أمنيا دائما تمكنت مصالح الكتيبة الإقليمية لدرك الوطني في عين الملح بولاية لمسيلة من حدز وإفشال محاولة إغراق السوق بأزيد من 120 قنطارا للحوم البيضاء الفاسدة العملية تمت على مستوى السد الثابت في الهامل حيث تم توقيف شاحنة محملة بكميات الدجاج الفاسد الموجهة للاستهلاك سفيان قوادري رصدت قامت وحدات الكتيبه الاقليميه للدرك الوطني بعين الملح بتوقيف شاحنه على مستوى السد الثابت بالهامل كانت على متنها كميه من اللحوم البيضاء يقدر وزنها ب 121 قنطار وتفوق قيمتها الماليه ب 683 مليون سنتيم وعند مراقبه الوثائق اللازمه لنقل هذه السلع تبين انها غير مطابقه وبعد معاينتها من طرف الطبيب المختص بيطاريا اتضح انها غير صالحه للاستهلاك البشري على الفور تم اختار السيد وكيل الجمهوريه ومديريه التجاره والمصالح الفلاحيه لولايه المسيله وتوقيف سائق الشاحنه واقتياده الى مقر الفرقه لتقديمه امام الجهات القضائيه لاحقا تم تسجيل مخالفه متعلقه بحمايه المستهلك بمخادعه المستهلك حول قابليه استعمال المنتوج كل هذا بواسطه شهاده صحيه بيطريه من مصالح المفتشيه البيطريه للفلاحه لمديريه الفلاحه المسيله